احنا اليوم باحد المنازل اللي تم ترميمها في منطقة دير علا بالاغوار الشمالية. هذا اللي تم تحت اشراف لجنة المسؤولية الاجتماعية وحملة فزعة اهلي اللي لازالت مستمرة لليوم. البيت عبارة كان عن غرفة واحدة تعيش فيها اسرتين مع بعض. اللجان المختصة زارت الموقع وقيمته، عملت نوع من الترميم للغرفة اللي كانت شبه منهارة وأضافت غرفة جديدة، كما أضافت مطبخ وحمام. والآن احنا بصدد إنشاء مظلة أمامية، وربطنا شبكة التصريف الصحي ونعمل لهم حفرة امتصاصية. على الأقل يعني بنعتقد أنه الحد الأدنى اللي وفرناها لهم من أجل حياة يستطيعوا فيها اتقاء حرارة الطقس في الأغوار، وأنه نوفر لهم سبل حياة كريمة تحفظ هاي الأسرة. احنا بنناشد الجميع دعم حملة فزعة أهلي اللي زالت مستمرة. احنا منتشرين ومتواجدين في كل مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. احنا أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية المنبثقة نقابة المهندسين الأردنيين، جينا قيمنا البيت إنشائيا، والحمد لله عملنا الترتيبات اللازمة، مناقصة من دراسة وإنشاء كامل مع ترميم وتكملة البيت باللي شفتوه حاليا بما يليق بالأسرة الكريمة المتكونة من زوج وزوجته 5 أطفال. وإن شاء الله الحملة مستمرة على مدار العام في كافة محافظات المملكة.